تقع جامعة أبي بكر بالقايد في غرب الجزائر ولاية تلمسان. بدأت الدراسات القانونية على مستوى جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان بفتح قسم القانون خلال السنة الجامعية 78-900-1000 وابتداء من سنة 89-900-1000 أصبح ذلك القسم تابع للمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الاقتصادية بنفس الجامعة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-391 المؤرخ ب 2 ديسمبر 98-900-1000 تم إنشاء كلية الحقوق بجامعة تلمسان. كليتنا من الكليات العريقة في جامعة تلمسان، حيث تخرج أول فوج سنة 1983 قد تكون باللغة الفرنسية، وثاني مجموعة طلبة تخرجت بالليسانس سنة 1984 باللغة العربية وثلاثها دفعات إلى غاية أريق. تخرج منها إطارات كثة متواجدون في كل مؤسسات الدولة، بعض من أطرها وكان أستاذا فيها وصل إلى رتبة الوزير، والحمد لله أنها تضم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في كل المجالات ذات الصلة بالحقوق والعلوم السياسية. بمقتضى القرار الوزاري رقم 207 المؤرخ في 14 سبتمبر 2008 تمت الموافقة على فتح تخصص العلوم السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم العلوم السياسية بجامعة تلمسان أحدث أقسام الجامعة نسبيا. التكوين في شعبة العلوم السياسية تمت مباشرته بالجامعة انطلاقا من الموسم الجامعي 2005-2006، كان حين ذاك يضمن التكوين فقط في الطور الكلاسيكي لنتاج النظام التقليدي المعمول لأنذاك في التعليم الجامعي، ورويدا ضمان القسم التكوين في جميع التخصصات المتاحة آنذاك. وفي دفعته الأولى من التخرج في الليسانس كان للقسم مشاريع أيضا متعددة فيما بعد التدرج في مشاريع الماجستير التقليدية، ثم ابتداء من سنة 2009 انخرط قسم العلوم السياسية أيضا في مسار التكوين في نظام الألمدي الذي كان نظاما جديدا آنذاك، فهو أيضا من بين الأقسام أيضا التي بشرت التكوين الجديد آنذاك الأولى أقول في الجامعة. منذ 2010 تحولت كلية الحقوق أو كلية العلوم القانونية والإدارية بجامعة تلمسان إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، بحيث أدرج هيكليا قسم العلوم السياسية الذي كان شعبة أدرج هيكليا ضمن الهيكل التنظيمي والإداري للجامعة. تحتوي الكلية على 125 أستاذا من مختلف الرتب يسهرون على تأطير وتكوين الطلبة، كما تستقبل كلية الحقوق والعلوم السياسية سنويا أكثر من 2000 طالب موزعين على تخصصي الحقوق والعلوم السياسية، بالإضافة إلى أنها تفتح أبوابها للطلبة الأجانب من فلسطين والصحراء الغربية أو في إطار التبادل الطلابي إيراسموس من جنسيات أخرى كألمانيا وتركيا. تتوسع كلية الحقوق والعلوم السياسية في طور الليسانس على 3 أقسام: قسم القانون العام، قسم القانون الخاص، قسم العلوم السياسية. كما تسهر الكلية على تكوين الماستر في التخصصات التالية فيما يخص الحقوق: القانون العام الدولي، القانون العام الاقتصادي، القانون العام، القانون البحري والنقد، قانون الأعمال، القانون القضائي والقانون الخاص. أما في تخصصات العلوم السياسية دراسات استراتيجية وأمنية، إدارة الموارد البشرية. كما تسهر الكلية على ضمان تكوين في الدور الثالث دكتوراه LMD في مختلف التخصصات التابعة للكلية. طلبتنا الأعزاء، كلية الحقوق والعلوم السياسية ترحب بكم. يوجد فيها طاقم من الأساتذة الذي يضمن لكم تكوينا في العلوم القانونية
بصفتي ممثلة عن القانون العام نضمن لكم إن شاء الله تخصصات في هذا المجال تضمن لكم الوجود في عالم الشغل وفي الإدارة الجزائرية، فمرحبا بالجميع. السلام ورحمة الله وبركاته. نتشرف بطلباتنا الجدد في كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم خاص على اختيارهم تخصص الحقوق، وهذا لما يحتاجونه في حياتهم الخاصة وفي حياتهم المهنية سواء كانت إدارية أو في مجال الأعمال أو مجال الاستثمار. وشكرا. وفي إطار نشاطات البحث فللكلية مخابر عديدة: مخبر القانون الخاص الأساسي، مخبر القانون المقارن، مخبر الحرية والحقوق الأساسية، القانون البحري والنقل، مخبر دراسات القانونية المتوسطية. وتدعم قسم العلوم السياسية مؤخرا بمخبر الدراسات الاستراتيجية والبحوث السياسية. كما تقوم الكلية بنشاطات علمية وثقافية مختلفة، وللكلية أفاق مستقبلية متمثلة في مشاريع البحث في إطار الماستر المهني ضمن تخصصي الاتصال السياسي والإعلام الجواري الإدارة العامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسمح التخصص في العلوم السياسية بتكوين المتميز والمفتح على شتى ميادين العلوم الاجتماعية والإنسانية، كما يسمح للطالب بولوج عالم الشغل في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وكذا الوظائف السامية للدولة الإدارة العمومية، وأيضا بعض الوظائف ذات الصلة بمجال الإعلام والاتصال. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الكلية أو التواصل على الصفحات الإلكترونية.